أهلا ومرحبا بكم. اليوم سوف نتحدث في مديرية ميدي وعن مقتل 5 خبراء في زراعة الألغام البحرية من ميليشيا الحوثي، وأيضا تم أسر 6 خط الملاحة الدولية، حيث قتل 5 من خبراء زراعة الألغام البحرية من الميليشيا الحوثية على يد وحدة من التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية 6. وقال مصدر عسكري إن 4 زوارق تابعة للتشكيل البحري اشتبكت 10 صباح اليوم مع 3 زوارق بحرية تابعة للميليشيا الحوثي المتمردة أثناء قيام تلك العناصر بزراعة 10 الألغام البحرية بالقرب من خط الملاحة الدولية المحاذي لمدينة ميدي الساحلية. وأضاف المصدر أن القوات البحرية تمكنت من إحراق 1 الزوارق وعلى متنها 3 من العناصر الحوثية الإرهابية، كما تمكنت من السيطرة على الزورق الثاني بعد قتل 2 على متنها وأسر عنصر آخر، فيما لاذ الزورق الثالث بالفرار. وأشار المصدر العسكري إلى أن العمل جاري لنزع تلك الألغام وبصورة عاجلة لما تمثله من خطورة كبيرة، وكذلك لقربها من خط الملاحة الدولية وكذا خطرها على حياة الصيادين وسكان الجزر. إذا المشاهدين الكرام، لتفاصيل هذا الخبر ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا في جبهة ميديا الزميل سليم المخلافي. أسعد الله مساءك سيد سليم. ومساءك سعيد وكل المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا سليم، ضعنا في تفاصيل هذه العملية التي استهدفت خبراء زراعة الألغام البحرية. نعم أخي، أمس في تمام الساعة 9 صباحا كان هناك زورقين بصدد زراعة ألغام بحرية كبيرة ووضعها في طريق التشكيل البحري ووضعها أيضا في البحر، ونتيجة الرياح المتدفقة هذه الأيام فتسحبها إلى خط الملاحة الدولية وأيضا إلى أمام مراكب الصيادين الذين يعولون أسرهم نتيجة صيد الأسماك. ما قام به التشكيل البحري هو حينما شعر بوجود هذه القوارب التي ترمي بالألغام اشتبك معها، وكانت النتيجة هي كالتالي: الزورق الأول احترق بمن فيه من الخبراء وترجل من هذا الزورق 2 إلى 3 عناصر احتموا إلى البر وقد كانوا جرحى. أما الزورق الثاني فظل الاشتباك معهم مستمر وتم قتل 2 آخرين في ذات الزورق الثاني، وقبض على الثالث حين كان جريحا. أما الزورق الثالث فقد نزل بالفرار، هذا ما حصل. هذه التفاصيل، خطورة هذه الألغام ومدى أهمية هذه العملية من التشكيل البحري التي التابعة للمنطقة العسكرية 6، أهميتها بالنسبة للأحداث العسكرية وكذلك على الصيادين. الميليشيات كعادتها تحاول أن تزرع الألغام، أن تزرع لأن مشروعها موت، فهي تزرع الموت في كل مكان. أمس كنت في زيارة برفقة حملة إغاثية إلى جزيرتي الفشت وبكلان مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. السكان هناك محاصرين تماما، يعني لا، إن لم توجد هذه المعونات والإغاثات المقدمة من مركز الملك سلمان فمن الصعوبة بمكان أن يحصلوا على ما يأكلون أو ما يعطون أهاليهم وأسرهم نتيجة هذه الألغام. العملية النوعية التي حصلت من قبل التشكيل البحري هي عملية دولية ومستمرة، كان آخرها في العام الماضي تدمير زورق حربي كان على متنه 5 خبراء، وهذه تعتبر العملية الثانية التي يتم من خلالها أسر وتفجير القوارب التي لزراعة الألغام. أيضا اليوم تكلمت وتحدثت إلى بعض التشكيل البحري عن كم من الألغام التي قد تم، يعني كم من الألغام، هذه الألغام البحرية طبعا هي كبيرة الحجم، كم عدد الألغام التي سحبت حتى الآن من قبل التشكيل البحري؟ أجابني بأن هذا اللغم 30، رقم 30، وهي ألغام كبيرة جدا، وبالإضافة أنها قد شكلت خطرا وقد ماتوا 8 صيادين العام الماضي نتيجة هذه الألغام حينما انفجر قاربهم بأحد الألغام التي زرعتها الميليشيات.
نعم، بالنسبة لهؤلاء الخبراء هل هم محليون أم هناك أيضا أيادي خارجية تدعم هؤلاء الخبراء وتدربهم؟ ماذا، هل لديك من تفاصيل سليم؟ الخبراء يدربون عناصر يمنية ضمن عناصر الميليشيات الحوثية المتمردة التي هي تقوم بدورها بتنفيذ هذه المهام. لكن القارب الأول الذي استهدفه وعلى متنه 5 واحترق بالكامل كان من ضمنهم كما يقول التشكيل البحري وكما تقول روايته أن هناك كان في إيرانيين بينهم، لكن هذا من بين القتلى، بعضهم من إب وأيضا الأسير هو من أبناء محافظة الحديدة مقرر به مع الميليشيات من الذين يزرعون الألغام. بمثل هذه العمليات ما الذي تستهدف به بالدرجة الأولى أو ما الذي تريد أن توصل به رسائل ميليشيا الحوثي الانقلابية بمثل هذه العمليات؟ الميليشيات تريد إيصال العديد من الرسائل، منها تهديد خط الملاحة الدولية، وقد هدد بذلك مكتبهم السياسي بأنه سيستهدف خط الملاحة الدولي إذا لم يستجاب لمطالبهم الغير مشروعة، بالإضافة إلى تهديد وحصار يعني سكان جزيرتي الفشتي وبكلاء أكثر من 43 أسرة، يعني نتيجة حصار قادم، والآن حصار آخر هو عبارة عن ألغام بحرية تهديهم الميليشيات لتحاصرهم في مساكنهم. هناك الوضع في الجزر، الوضع الطبي، الوضع التعليمي صعب للغاية، وأيضا صعوبة جلب السلع الغذائية والمواد الغذائية واحتياجات المواطنين هناك. والألغام هذه التي تزرعها الميليشيات تضاعف وتفاقم من معاناة السكان في هذه الجزر. نعم، هل من تقديرات سيد سليم عن أعداد العناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تعمل بالتأثير على خط الملاحة الدولية، هل من أعداد تقريبية حول العناصر التي تعمل على ذلك؟ لا يوجد أعداد محددة، فالميليشيات هي خطر دائم ومستمر، ولكن التشكيل البحري للجيش الوطني التابع للمنطقة العسكرية الخامسة يقوم بعملية تمشيط دورية، ولديه دوريات استطلاعية ودوريات متخصصة بانتزاع الألغام والمسح البحري، ولديه الكثير من يعني من العناصر التي مدربة ومؤهلة لمواجهة مخاطر الميليشيات ومجالها هذا المتمثل في زراعة الألغام وإغلاق الحياة في البر والبحر. نعم، هذه العمليات ضررها على ميليشيا الحوثي الانقلابية بالحد مثل هذه الأعمال التخريبية للملاحة الدولية، بمثل هذه الأعمال ما الذي تفقده الميليشيات الانقلابية؟ الميليشيات بطبعها هي تريد أن تصنع انتصار ولو وهمي، حينما تستهدف قارب أو ما شابه تريد أن تصنع انتصار وهمي، وبالتالي في جبهتي ميدي وحرب نالت الكثير من الهزائم، فهي تحاول ولو صناعة نص وهمي بسيط تغرر به على أتباعها أنها مسيطرة وأنها دمرت وفجرت هنا أو هناك. هذا ما يعني ما تحاول الميليشيات وما قد تستطيع أن تنتصب ولو جزئيا في جزئية بسيطة من هذا الشك، لكن الجيش الوطني ممثلا بأذرعه البحرية والبرية لهم بالمرصاد. نعم، أمام هذا الانتصار الوهمي الذي تتحدث عنه سيد سليم، ما ضرر هذه الألغام على الصيادين وجلب الرزق، والكل يعلم بأن القوت البسيط هو الصيد في هذه المناطق، تضرر الصيادين بمثل هذه الأعمال؟ الصيادين تضرروا بشكل غير عادي. لدي تقرير ما يعرض لاحقا إن شاء الله حول جزيرة الظهرة. جزيرة الظهرة هذه من إحدى الجزر التي كانت ملتقى للصيادين، كانوا يأتون من المخا وحتى الصليف والخوبة والحديدة كلهم يتجمعون في هذه الجزيرة ومنها يعولون أسرهم. نتيجة هذه الألغام فقد يعني قطعت عن آلاف الصيادين، قطعت عنهم وعن عوائلهم يعني وسائل الرزق نتيجة هذه الألغام التي تزرعها الميليشيات دون مراعاة لهؤلاء الآلاف من الأسر وهؤلاء البشر الذين يعانون والذين يعولون، وهو مصدرهم الوحيد هو الصيد. فإن لم تتضافر الجهود يعني من قبل المجتمع الدولي، من قبل المنظمات المختصة في هذا الجانب بالضغط على الميليشيات بمنعها وعدم استمرارها لهذه الأفعال، فإنها ستتمادى وتواصل إجرامها بحق البشر والبحر وبحق كل ما هو حي. نعم سيد سليم، هل قرأت أي رسائل بالنسبة للمدنيين المتضررين أو الصيادين بالنسبة لهذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية، يمكن أن تنقلها لنا؟ يا أستاذي ماذا نقول لك من رسائل، وأنا يعني في الأمس كنت عندهم في جزيرتي الفشت وبكلان،
ركبنا وضعنا ارواحنا على المخاطب وركبنا اليهم لنوصل لهم الاغاثات، وهم في رعب، هم في رعب في جزيرتي الفشت وبثلان، ولكن اصرارنا يعني في الوصول اليهم وتوثيق معاناتهم، وهناك تقارير اكثر من تقرير حول معاناتهم في كل الجوانب الحياتيه، هم محاصرون هناك. وبالتالي يعني يجب الضغط على الميليشيات بكل الوسائل في ان تفك حصارها عن هذه الجزر وان تكف وترفع يدها عن رمي الالغام. نعم، هل من تواصل بين هؤلاء الصيادين وكذلك المنظمات الدولية أو المحلية للإطلاع على هذه حجم الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية؟ أكثر من قناة فضائية نزلت ووثقت جرائم الميليشيات في البحر وأيضا في الجزر، ورفعت المعاناة، رفعت إلى المنظمات، رفعت إلى، لكن التجاوب للأسف مخجل ولا يرقى إلى أكثر من إدانة هنا أو هناك إن وجدت وعلى استحياء. لم نجد يعني تحرك جاد يستمع لمطالب هؤلاء السكان ويعيها الاعتبار أن هناك بشر يعيشون تهددهم ألغام الميليشيات وتحاصرهم في أقواتهم وحياتهم الأساسية. أشكرك جزيل الشكر مراسلنا في جبهة ميدي سليم المخلافي، شكرا جزيلا لك.